أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. اتهمت وزارة الزراعة جهات متنفذة بالعمل على إدخال البيض والدجاج إلى العراق رغم منعها في الأسواق المحلية. وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف إن قرار منع استيراد بيض المائدة والدجاج الكامل مستمر، إلا أن بعض الجهات المتنفذة ما زالت تدخل البيض والدجاج عن طريق المنافذ من خلال عمليات التهريب. أكد مجلس محافظة الأنبار أن خطة حكومة عبد المهدي فشلت تماماً في إعادة إعمار وتأهيل المصانع المتضررة جراء العمليات العسكرية. وقال عضو المجلس فرحان دليمي أن الحكومة في بغداد عجزت عن تخصيص مبالغ مالية لإعادة عشرات المصانع الحكومية إلى الخدمة، وبين أن معظم المصانع الحكومية ما زالت متوقفة عن العمل رغم أن هذه المصانع كانت تشغل الآلاف من العمال من أبناء المحافظة، ما ألقى بظلاله على زيادة نسبة العاطلين عن العمل. قالت لجنة الاقتصاد النيابية أن حصة كردستان العراق في موازنة العام الحالي تجاوزت أكثر من 17%. وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودة أن الموازنة انتهت دون حصول بغداد على أي مورد مالي من أربيل رغم الاتفاق المسبق، ما يجعل حصة كردستان ترتفع إلى أكثر من 17% من الموازنة. وأضافت النائبة ندى أن حكومة كردستان العراق تبيع نفطها من خلال حصة العراق في أوبك دولياً. أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية البدء بتطبيق مذكرة التفاهم الأردنية العراقية لتصدير النفط الخام من محافظة التأميم. وأقلت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أن أولى الشاحنات ستنطلق الأحد من محطة بيجي في كركوك، ومن المتوقع أن تصل إلى مصفات البترول في مدينة الزرقاء بعد غد الثلاثاء، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي لتلبية جزء من احتياجات المملكة الأردنية السنوية من النفط الخام. قال رجال أعمال أوروبيون إن السلطات الحكومية في العراق طرحت مناقصة عالمية لشراء ما لا يقل عن 30,000 طن من الرز. وأوضح رجال الأعمال أن موعد إغلاق المناقصة سيكون في 5 أيلول، على أن تظل العروض سارية حتى 15 من الشهر نفسه. هذا ويؤكد اتحاد الجمعيات الفلاحية أن زراعة الرز في العراق شهدت تراجعاً كبيراً وملحوظاً في الأعوام الأخيرة، والسبب يعود إلى أزمة المياه التي تعاني منها البلاد، إضافة إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية المتردية التي يعيشها العراق منذ عام 2003. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.